يا شرف. وبتذكر مرة دقيت لها تسألني عن الزيتون، سو نحن جايين لنحكي معك لتخبرنا ليه بتحب الزراعة وتخبرنا عن البيئة وكل الأشياء. أنا ابن أرض، لأني يعني أنا بحب الأرض، يعني بحب بعتبر الأرض هي أمنا، يعني أمنا التاني. والأرض ما بتخجلك، عرفت كيف؟ الناس يعني بيخجلوا، مش بس هيك، كل الدنيا ممكن تخجلك وتغدرك إلا الأرض. يعني الأرض بتعطيها بتعطيك، بتهتم فيها بتهتم فيك. بعدين نحن عنا يعني عشق للتراب والأرض والصخور والسنديان والزيتون والصنوبر. هيدي شو زارع؟ شو زارع؟ شو الأشياء بتحب تزرعها لتاكل منها؟ هلا هون زارع أنا كل شيء، لأن نحن عنا بتبلش من النهر عندك 400 متر، عرفت كيف؟ لرأس الجبل لفوق عندك 700. كل شيء بيعيش عنا يعني، إلا الكرز جربته ما حمل يعني، لأن بده أعلى. بس هون أنا يعني زارع جنيريك. طبعا هون الضيعة مشهورة بالجنيريك وبالفاصوليا. قلت لي أنا بدك ضيفنا هلا بنعطيك أكيد جنيريك، لو بنعطيك كمان جنيريك، خوخ، مشمش، دراء، جوز، لوز، صنوبر، زيتون، عنب، تين، جوز قلنا، افوكا. كيف افوكا؟ ليتشي صار يطلع، ليتشي هون، القشطة، الكيوي، في المانجا بس ما زبطت، بدها يمكن ساحل اكثر. مزبط. وكله زارعينه، والخضره كلها يعني انا بزرع كل الخضره، يعني ما نحن بالصيف ما بنجيب من السوق خضره. لهيك يعني بتشوفه كثير هو هون قد عندك تنوع بالنباتات، يعني كانه عم بتجيب كل نبته من مال في شكل حلو. بتعرف هي تعلمتها من عده محلات، يعني من روسيا جبت شوية أفكار، مثلا من أون فلور بفرنسا بتجيب شوية أفكار. هلا الضيعة عم نحاول، إذا شفت من أول من ضيعة لحدنا لهون هالحيطان الحجر والزرع، يعني هودي كلهم أنا زرعهم، يعني زارع مجنوني، ياسمين، زارعينا يعني. هلا اذا جيت بعد شهر انت بتكون كلها فتحت وطلعت حلوه كثير، يعني عم بعملها على طريقه اون فلور. هاي المنطقه تكون منطقه يعني بس تفوت تشوف شيء جديد مش موجود بلبنان، يعني بس بطريقه بسيطه كثير. هي زراع وصقي، يعني ما تعمل شيء ثاني، بده الحب شوي. زراع ما فيش، انت الشجر مثل الحيوان ومثل اي مخلوق، إذا ما حسيتك عم تهتم فيها ما بتمشي. غريبة يعني، بتحس فيك، بتحس فيك. يعني اليوم أنا الشجرة أكثر شجرة بتمشي هي اللي بحس فيها واللي بهتم فيها، بتحس فيك. غريبة هالقصة يعني. ليك بدي خبرك شغلي، أنت ما بتعرف قديش هي الراحة اللي بتعطيك إياها الأرض إذا ما جربتها، ما بتعرفها الشغلة. يعني أنت مثلاً، طيب يعني انا مثلا بنبسط اذا فت جبت بيضه من عند الدجاجي اكثر من انه سافر، يعني مثلا يعني بنبسط اذا شفت غنمي مثلا ابنها عمالي بيرضع منها، او بقره عم بيرضع منها العجل، يعني او شغلات عندي هني يعني طبعا. بس انه شعور يعني، انا بقوم الصبح مثلا بنزل بقعد قدام العصافير، عرفت كيف؟ قدام العصافير بشرب متتي الصبح، بشرب مياتي، بتروق. يعني في شعور ما فيك تعيشه، ما بتعرفه اذا ما عشته، عرفتي؟ بس نحن اليوم يعني نحن عندنا بلد حلو كتير، يعني لبنان بلد حلو، تعرفوا عليه، روح تعرفوا عليه. يعني انا كنت حتى ايام الحرب مثلا، بس روح على الشرقيه، نسميها الشرقيه، قلن طيلعوني مثلا على محلات ماني طلع لها، على فريا، على برمانة، ما كنت طلع لها يعني قبل الحرب. بس انتوا روحوا تعرفوا. يعني اليوم انت من الشمال لاخر الجنوب للبقاع، بكل محل في شيء حلو، سياحة داخلية يعني. ايه في شيء ما بتلاقيه يعني،
ومنروح نحن تبع نحن عم نروح تروح على اوروبا بتروح على اي محل مش عم بشوف في شيء اجمل من لبنان. بس نحن ناقصنا شغلتين، ناقصنا قانون وناقصنا دولة تهتم بهيك شيء. يعني تعرف انا في عيش هون مثلا بدون ما بشتري شيء، اذا بدي ما بشتري شيء. يعني عندي البيض، عندي الحليب، عندي اللحمة، عندي وما بيكلفوك شيء. يعني بيظهر الخروف بيرعى مثلا وبيجي اوقات ما من طعمي، عرفت كيف؟ الدجاج بيظهر بالبرية كمان ما بطعمي، عرفت كيف؟ يعني وبتزرع، بس اهتم بالزرع، اهتم. نحن طبعا نحن بنزرع يعني بدون شغلات كيميائية، وبدون بناخد نص موسم بس بناخده نظيف. طبعا الطبيعة كلها انضربت. يعني اليوم انت اذا ما بترش بيكون جارك راشش، بس نحن عم نرش عم نقتل الحشرة المفيدة. لان اليوم يعني ربك بس خلقها الطبيعة، ما خلقها هيك. يعني كل شيء له وظيفة، النملة له وظيفة، الدبانة له وظيفة، الحية له وظيفة، الأسد له وظيفة، الطير له وظيفة. يعني اليوم نحن بس نجي نضرب مخلوقات بالدنيا خلقاني، عم نلعب بمصير الكوكب. يعني الناس اليوم بتقلك انه تستخف بهالكلام، بس نحن هذا الكوكب على مشارف انه ينضرب. كل الدراسات بتقولك، كل المؤتمرات اليوم البيئية بتقولك. عال هلا انه شغلة ممتازة انه الامريكان رجعوا لهذا الموضوع، ورجع بايدن صار جزء من هذه الحرب لحماية الكوكب. هذا أمر مهم. بس نحن اليوم تعرف أنا بأوقات بكون بأي أوتيل برا، بكون عم بغسل دي، بغسل قد ما بدي، ما بخلي الماي طب أنا عم بحافظ على ثروة الكوكب. يعني ما بخلي إنه يعني مش إذا عم بغسل بأوتيل لازم أصرف ماي قد ما بدي. بالآخر هذه جزء من ثروة الكوكب. اليوم انت في دول كتير متسحرة، رتيف ما عندها اي ثروة مائية، ما عندها اي امكانية. اليوم شوف بالخليج انت الموازنات اللي بتنحط على الزراعة. طب نحن ليك الله شو طعمنا؟ يعني مشكلتك مثل ما اليوم بس بكورونا حسينا قديش هو قربنا طعمنا هيدي نعمة انه اكسجين. طب نحن كمان بكرة إذا صار في تصحر بتقول لي عمي أنا ربي شو طعمني هيك شيء بدون أي جهد، بدون أي كلفة، بدون خي تمتع فيه. سؤال. نحن هلا أنطوني وأنا عم نبرم كل لبنان وعم نشوف الناس راجعة على الزراعة. هلا ما بعرف إذا بعد الأزمة رح يضلوا بالزراعة أو هيك، فبرأيك ليه تركنا الزراعة؟ يعني منروح على مطارح بتلاقي خضار وبستين بس فضيت، ليه فلينا؟ ليه ما بنرجع الزراعة؟ بدي خبرك شغلي إلى عدة أسبابها. يعني نحن أنا اليوم عندي يومين بالجمعة بدي يكونهم بالضيعة شو ما كان، هيدي من 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 أولتي لليوم. يعني فما ممكن اترك الارض، يعني بس كون بيروت بيكون مشغول بالي بالارض. كمان بتلفن بشوف، بحكي مع المزارعين، بحكي شو صار كيف سقيتوا هون، عملتوا هون، شحلتوا هون، سويتوا هون. يعني بدك يعني شغلي بتحبها. هلا هملنا لانه خي صار الركض على المدينه. يعني اليوم انت بتعرف 2000 متر ارض بالضيعه بيعطوك أحسن من وظيفة الدولة، بس وظيفة الدولة تنبلة وما بيشتغل وبيرحش على الشغل وبيقبض معاشه وبيطلع له تعويض وبيطلع له تقاعد. إيه أسهل له، بيقول لك هلأ رح يتغير لأنه صارت معاش الدولة هلأ ما بيساوي شيء. اليوم لا، يعني اليوم كيلو الجنيرك حقه 50,000، المعاش 1,000,000 ليرة، يعني 10-20 كيلو جنيرك بتحملهم شجرة عنا هاو نحن. فمن هيك يا عمي هي الثروة الأساسية هاي الأرض. يعني اليوم أنت يعني رحت من سنتين مشوار حلو كتير على شمال إيطاليا، عرفت كيف؟ وعلى جنوب النمسا، وبدي أبرم بدي أشوف كيف هالناس يعني كيف بتعمل. رحت على البساتين، تفاح، الدراي،
العنب، مزارعين سلاطين. سلطان بتشوف الفلل بالريف، عرفت كيف؟ الأوروبي لمين هاي الفيلا؟ للمزارع. هو عنده 5000 متر، عنده فيلا، بيعمل خل البلسميك، بيعمل مبيد، بتشتريون الشركات، وبيقعد بينبسط طول السنة، بيشتغل بالصيف وطول السنة قاعد. يعني يمكن يكون بس انه بيعطيها من قلبه، يعني مش انه يعني نبيد مغشوشي على طريقتنا يعني، او بلسميك مغشوش، او يعني بدك تتقل لك. اهم شيء بالعمل الشرف، اهم شيء يكون عندك شرف، يكون عندك اخلاق، حتى مع الزهرة، مع الشجرة، مع الارض، مع اي شيء بتعمله بالحياة لازم يكون عندك اخلاق، لازم يكون عندك شرف، تعرف انه هي اللي عم تعمله للناس هو لازم يكون مثل كأنك عم تعمله إلك، ما فيك تنجح غير هيك. وهيدي الميزة اللي بتلاقيها بأوروبا. بتعرف انت 3/4 أوروبا بتعيش من الزراعة؟ انت بتعرف، انت بتروح على باريس بس بتعرف شو في بالريف، انت بتروح على روما بتعرف شو في بالريف، انت بتعرف قديش هولندا بتصدر منتجات زراعية بالسنة؟ أكيد. قاري هالموضوع أو عارف عنه؟ أكيد. 103 مليار دولار. صح. يعني هولندا قد موازنة السعودية، موازنتها عرفتي بالزراعة. صح. ما في وردة أو شتلة بالعالم إلا ما بتجي من هولندا. طبعا. يعني 103 مليارات هذيك اليوم على بقرة بفتلة من خلال المنتجات الزراعية، مش الحيوانية. مزبوط. الزراعية. فكيف رحنا على الحيوانية هلا؟ دنمارك والنمسا يعني في شيء، عرفتي؟ يعني انا كنت صغير اسمع بيع بيقول بس خلص البيت، كان عم بيحمر البيت، انه بس خلصه بدي جيب بقره وثلاث اربع غنمات وشويه دجاج. قول انا كنت تضحك عليه، هلا طلع معه شو عم يحكي يعني؟ كيف انه هيك بدي اعمل اكتفاء ذاتي؟ طلع معه حق. مزبوط. اكيد معه حق. انا وقت فتت كنت يعني عن جد كثير امبرست بقد ايه في تنوع، يعني ما بعرف، بحس انه في اكثر من 100 نوع شتله وشجره على القليله. كيف نقيتهم؟ كيف مع الوقت؟ مع الوقت يعني اهم شيء انت بتعرف. يعني انا هي البيت عملته حجره حجره، يعني بلشت فيه سنه تقريبا 90، خلصت بال 2004. عرفت كيف؟ خلصت بال 2004 بس صرت نقي كل شغلي بشغلتها. يعني مثلا هاي فكرة جبتها من موسكو مثلا، ألوان هادي يعني تعمل شيء تنوع بالألوان، هادي جبتها من موسكو مثلا. طبعا الزيتون نحنا يعني هون أرضنا زيتون، هاي من عنا جايبين على هون نحنا. عندك شي شجرة بتحبها أكثر من غيرها وشي هيك؟ خي أنا بحب الزيتون والصنوبر والسنديان. لبناني هذا يعني هذا موضوع ما ببلو بشي. وبعدين هذا هو أفضل شي على فكرة، يعني كل الشجر الباقي بزرعه بس هذا اللي هو بيعنوني يعني الشجر. هلأ الأمر الثاني، عادة كل سنة بتغير بشي. يعني مثلا في شجر ما عجبني قصيته، عرفتي؟ جبت غيره بس انه هذا مثلا كله من عندي نقله أنا، يعني من عندي من الحق. مالنا شو حلوة زيتونة. وكل فترة بيطلع معك فكرة معينة. بس يعني هلا رحت على موسكو، رحت اتفرج مثلا الزرع كيف تشتغل بلدية موسكو مثلا. يعني تخيل موسكو يعني قد ايه كبيرة. موسكو بتتكنس بالنهار يومين مرتين، بتنشطف بالماء حتى. يعني بدنا بوتين بلبنان. تتعلم قديش في شغلات فكرة تبقى بسيطة. يعني تخيل انا رئيس بلدية بيروت ولا مرة حكي بخدمة، حكي شي 50 مرة عن الشجر. لك أخي ليش هاي يبساني بمارق بالشارع بتلفن له؟ خي ليش هاو يبسانين الشجرة؟ بس هو بيهتم، مش كمان يعني هذا جمال، يعني بعرفش ليش هيك. يعني بيزرعوا الشجرة ما بيسقوها، ولك خي ليه ما بصيها؟ عرفتي؟ بمارق ببيروت بشوف، ولك خي ليه هاي المستديرة مش مساويينها؟
عطول. ونحن ولا مرة حكيته بخدمة. عندنا شمس وعندنا ماء. وعندنا شمس وعندنا ماء. لازم عندنا شمس وعندنا. كنت عم تخبرنا عن الشجر. هون كتير 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 حلو. يعني مثلاً هيدا الشجرة عم شوفها بوجهك اسمها إريترينا. تخبرنا عنها، بتعرف كيف جبتها من وين؟ عجبتني وجبتها يعني بصراحة ما بعرف عنها. لا. بس عجبتني وجبتها. هيدا عم بحسه حلو كتير. صرت بعدين هيدا اسمه جريفيليا. ايه؟ هيدا من اطول شجر بيطولوا بالعالم، يعني بيزرعوها تعمل غابات. هيدي شو اللي عجبني فيها هلا، بيجي لها كتير عصافير صغار. ايه؟ بياكلوا منها شيء. الزهره تبعها طيبه. يعني اليوم امس الصبح كنت عم بشرب ماتي او نيكي وعم بشوف اجالوا شي 100 عصفور عليهم لهو الشجرات. ف ما بعرف شو في شيء بياكلوه منه الظاهر يعني، او 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 الـ الـ الزهره تبعها طيبه الظاهر او حلوه او بتكون يعني. انا في شجرتين هنيك كثير حبيتهم، بدي اشوف اذا انت نقيتهم قصد او لا، البيلسان والزيزفون. الزيزفون ايه، خبرنا اللي زرعتهم ليش موجودين عندك. الزيزفون بيعمل ريحه طيبه. ايه. بس ريحته مش كثير يعني، جمعتين زمان والله بتروح ريحته، بس عنده ريحه رائعه. بتعرف بفيد كثير للصحه والله، بيشربوا له كل شيء اسمه بلغم وهيك. انا في شغله ما بفهمها، في غنيه لفيروز بيقولوا بزهر ما بيعقد الزيزفون، بس هو بيعقد. ما بعرف ليه ما بيعقد. لا ما بيطلع يعني، هاي الزهره بتهر. ايه بس هي بتهر، بس لذتها ريحتها يعني، جبتها من شان ريحتها وقتها. بس المشكله انه ريحتها ما بتهدي كثير، قليله. ايه جمعتين زمان. يمكن نحن بنقلها هيك، يمكن لانه ريحتها حلوه بس بتضيع بلبنان. بس ريحتها كثير حلوه. ايه. هذيك المره بالليل قمت لحدها ريحه هيك، ريحتها طيبه. هلا بلبنان بسموها الاصول او بيلسان او دندمون او بوشريش حسب من انت من اي منطقه، نحن بنقسم الاسامي كمان. فاسمها سامبوكس. هيدي بتعمل، فيك تعمل منها مربى، فيك تعمل منها شيء كثير حلو. ولا من جوا فاضيه بتطلع اصوات كانوا يلعبوا عليها فلوت وهيك، خبار من زمان مش هيك؟ والله انا ما بعرفهم، هو جديد هلا عم بفهمهم منك. انا كثير عم بلا اعرف المتي. ايه. اكيد كلنا بنعرف المتي، بس ليش المتي مشهوره ومعروفه وتقاليد منطقه معينه بلبنان؟ ما هي عده مناطق. المتي هي نبتة أرجنتينية. يعني هلأ بالأرجنتين بتشوفوا حاطط هون محل بيحطوا المتي بيشرب طول النهار. هلأ إذا بتروح زيارة رسمية على الأرجنتين بيشربوك متي، هي الرمز تبعهم. بالزمان هاجرت الناس على الأرجنتين وعلى البرازيل، جابوها من هونيك. حتى بكل أمريكا اللاتينية موجود المتي. يعني بالإكوادور، الأرجنتين، بالبرازيل بيشربوا ماتين، هي نبتة أرجنتينية. هلأ بعتقد فيها كافيين كمان لأن بيتعور جسمك عليها. يعني أنا هلأ في الصبح ما فيه ما أشرب ماتة. لكن جاي أسألك، هي يعني بتضر بتفيد؟ لا مفيدة، بتغسل الجسم الكلاوي كذا، بس إنه بتتعود عليها مثل ما بتعود على القهوة، تعور على المتة. يعني أنا الصبح هلا بشرب كباية ماي وبشرب بريق متة بعدها. حلو. نحن الأساس لازم نخبركم عن الغداء. أنا كتير مبسوط أنه عم نتغدى مع بعضنا. واللقمة التقليدية يعني في أطيب من صحن مجدرة. بس فجأتني شوي بطلبك. فجأتني بكمية الحامض، أنه المجدرة بدها حامض. يعني هول كلهم بيروحوا. أو بك تأكل مع السلطة أو حامض. بحب الحامض أنا. أنا بحبها يعني. أنا المجدرة هي أطيب أكلة عندي. في كذا شغلة. مش معقول. المجدرة، خبز الصاج مع لبنة مثلاً، وزعتر وزيت خبز صخم. اتفقنا. بحب المعكروني بلبن. أنا كل الأكل الجديد بحبه يعني. أنا مثلاً في أكل بقرف من ريحته. يعني ممكن اذا القرايس بشم ريحته اكيد بعد شباكله اشهر. عرفت كيف؟ انه اللي عنده اكل بلبنان هالقد غني، نحن علمنا وصدرنا الاكل من 6000 سنه، ليش بنروح نفتش على اشياء نحن ما بتلبق لنا؟ لا انت ايه مضبوط. يعني بنروح يا خي بتنحسد الناس من بعضها، وبتصير انه هيدي الاكله يعني اكله مهمه لازم انا
كون اكلها واتحدث معك واقول لك انا غير هيك مشطره. خلي خبركم غير هيك بس خليني اقول لك يعنيني الامر يعني انا بحب الاكل اللبناني المجدره مثل البيوري طريه 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 ما فيها ولا حبه مفرومه كتير كتير منيح مطبوخه سوبر منيح والحامض عليها بيعطيها طعمه رائعه رائعه بتقتل يعني بالشوكه بتتاكل وكلها قد ما طيبه. خلينا نحكي شوي عن الذهب الابيض طبعا المنطقه عندكم فاصوليا. شو قصة الفاصوليا؟ كل واحد بيحكي على الفاصوليا بضوع عيونه. فاصوليا لأنه موسم أساسي عندنا هون. ونحن هون المنطقة مسميها الوداية يعني الأربع خمس ضياع لحدنا ونحن منعيش على الفاصوليا على الموسم. أول شيء هي طيبة. تاني شيء هون بتقنوها منيح. وتالت شيء لها سعر بالسوق يعني المزارع بيستفيد منها. فالكل بيزرعوها وبتضبوا بالفيزرات لكل السنة. نحنا ايه نحنا بنتمونها لما بنحبها وكتار ناس بيجوا بيطلبوها إلا طريقة معينة مثلا اليوم عم ناكلها مع هلأ اليوم انت لأنك ما بتاكل توم وبصل هي لازم يكون بتوم وحامض و... فعاملين لك اياها لك يعني عنك زي ما كان يستقبلني بالبيت بس تخبركم يعني انه الدوم بلا توم بلا بصل ما في شيء بلا بصل بلبنان مستعب استفارة على التحدي أنا وياك إنه هلا بعد الظهر رح تحس حالك مثل الحصان رح تنزل دغري فليحة على الأرض. هلا إذا 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 صار هيك ما خلاص ما نعود أكل أكل بصل وثوم. بس مجدرة إذا ما عملوا لها الآلية تبعها كيف بدك تاكلها؟ روعة لازم نخلي الصبي يروح ياكل حرام تاكلني ورا الكاميرا. طيب أنا بدي أسألك سؤال مع إنه اتفقنا إنه أنا وياك اليوم ما بنحكي سياسة بس أنا بدي أحضر أخبار مضبوطة وما فيها تحريض وما فيها كذب وما فيها تنفيذ. أنت شو بتحضر؟ لبنانياً؟ عالمياً؟ لا عالمياً مثلا البي بي سي عندها مصداقية يعني في مؤسسات كتير يعني لبنانياً رويتر ما بتنقل خبر مش مزبوط مثلا ما بتحلله الآن تنقل الخبر الصحيح يعني إذا بتأكد منه ما بتنقله لبنانياً ما بحضر هي بحضر الأنيمال بلانيت أنا وديسكوفري وناشونال جيوغرافي بتعرف أخبارهم كلهم ولا بكورونا نتفليكس يعني ما بشيلوا عن نتفليكس تحضر أخبار فيني ليك ليش بك تزعج سمعك أصلاً ما أنا بتفاجأ من الناس اللي عم تزعج ليش سمعك ليش أنا عشي. بدي استهلك داينتي بسمعت فيها يعني أنا اليوم طب مين عنده اليوم اقتراح مفيد تشيل الناس أنا من الأزمة اللي عايشينها إذا بتعرف في واحد عنده بسمع له بس إذا واحد بس شغلته وهذا يتهمه ويتهمه عرفت يعني ما إلي نفسهم بقى عرفت كيف ما إلي نفسهم بيجيني هالمسجات يعني من الام تي في من الجديد من ال بي سي بيبعطوهم بالأخبار تسمع إذا في شيء بس إنه مثلا وصل هيدا لما بعرف لوين إيه طيب خير إن شاء الله وإذا هلا مشي بتبلش فيها بتجيب المتة بتحطها بنسميها بومبيجا يعني بتحط شوية ماي مسقعة وبترجع هي اسمها القرعة هاي القرعة ايه بس انا ما بشرب بالقرعة هي القرعة بتنعمل من القرع بس القرعة بفضل انا هاي ستانلس من جوا لانه القرعة ممكن يضل فيها شوية رطوبة عادة حتى بس تغسل ما بحب الشيء ليش الماي مسقعة بالاول هي المتي لازم تكون فاترة الماي تخلط مسقع وصفن لازم تكون فترة وإلا بتنتزع يعني ودغري بتشرب أو بتتركها بترقد؟ لا إذا تركتها بتصير بتاخد كل الخضار يعني لا أنا ما بشرب ما بدخين ما بأرجل معود متي وشاي هودي اللي بشربهم يعني
سو المتة هي نبتة بتشبه كتير الهو تبع نويل، نحن منزين فيه كتير، اسمها لاتينا إيلكس باراغوينينسيس، فهي جاية أكتر شيء من الباراغواي بس مشهورة كتير ببرازيل وبأرجنتين. هلأ هي بقلبها فيها كافيين كتير، فيها أكتر من الشاي أقل من القهوة، بس الحلو فيها أنه الكافيين يلي فيها جسمها يعني بتنفرز بطريقة مغيرة للجسم، سو هو بسميه أدابتوجين، يعني بساعد الجسم يتأقلم على سيتويشن معينة. هلا عم تشرب متة، انا بعرف انه بحطوها والرابة لما تسكر، ما بعرف اذا عم تشربها غلط او شو. هي هادي هيدا نوع انا بجيبها اورجانيك، يعني ما فيت لا شيء. ثاني شيء العودين فيها قليلة، اوكي، ملاحظها خضراء اكثر من غيرها لانه بقصوا راس الورقة، اوكي، يعني باب اول مثل بالشاي. اورجانيك بجيبها من واحد تاجر فرنساوي بجيبها من الأرجنتين، غير اللي منجيبها نحنا يعني هون بالسوق، ما فيها غبرة، ما فيها من هيك، ما بتسد القرعة، ما بتسد البومبيجة. أي لغة بدك تعرف عنها؟ شغلة مهمة، أنا بتنهمة. شو بتقولوا لأكل الجبل أو حسن بان أو ندى البان؟ أكل الجبل. هارو ما نسألك شيء فكرة كتير كتير، إذا شميت الصبح بتفيق لك الدماغ الدهن وهيك. بيقولوا أنه ملكة هنغاريا كانت تنقع منهم بخال أبيض أو بالبيض أبيض، كانت بعد شهر تشرب فنجان الصبح، كانت هذا السكرية تبع جمالها لأنه كانت تنظف لك كبده. عندها أشياء كتير مهمة. تنقع شهر؟ شهر بتتركها. ما نسألك سؤال هلا، كمان اكتشفنا انك بتحب كثير الشتل والزرع، بس كمان بتحب الحيوانات. انا بعرف انه بركي عندك بقر، عندك ما بعرف معزه، وفي هون عصافير، خبرنا شوي عن اهميتهم والعلاقه معهم. هلا عندي غنم كثير، شي 200 غنم والله، شي 20 بقره، عندي غزلين. وشو كيف بتنقيهم؟ بتسأل عنه؟ بتجمع معلومات؟ الغزال بحبه، يعني هو حلو جميل، يعني الكلب بحبه، عندي كلاب كمان. كيف الغنم والبقر بيناتنا هيك بالأزمات بكترهم أكتر. أوكي. والطيور بحب الطيور كتير، عندي طيور كتير. كلب يعني شيء تاني بتعرف هو بيعلقك فيه، يعني أنا جينا مثلا بتنام على غرفة نومي على الباب وبتسند الباب ما بتخلي حدا يفوت، يعني حتى الشاب هون اللي بعيط له بالنهار شي 100 مرة ما بتخلي يفوت إذا أنا نايم، إذا أنا ما قلت له يفوت. بتخاف عليك كتير يعني. العلاقة الكلب مختلفة يعني. بتوافق على الفكرة اللي بتقول انه الناس يلي اجمالا بحبوا الحيوانات بيكونوا ناس منيح؟ ليك سبحان ربك، يعني اي حدا بيعطف على مخلوق طبيعته بتبقى مختلفة طبيعي، يعني في ناس ما بتعطف على الانسان، يعني بعتقد اللي بيعطف على الحيوان بيكون عنده طبيعة مختلفة إلى حد كبير. فين تعرف على عصافير؟ ايه عصافير في كتير، هودي هوني هلا هودي شي يعني كنارات وحساسين، هادي بيهتم فيهم، ونيك يمكن طيور الجنة. أنا عندي تحت مربي شي بدي بحاول فلته، أنا يعني بربيه وبفلته، بس المشكلة الناس بتصطاد. هلا هون بالمحيط بنمنع الصيد اجمالا، بس في ناس بيروحوا الطير بعيد تصطادوا. كيف يعني بحب في طير اسمه الكريم، في طير اسمه ياسمينة، حلوين كتير، يعني بحب فلتهم بس بخاف اوقات، يعني ديك مرة غزال تقوص يعني. فرغم انه بنحاول احنا هون شوي منتشدد فيها، يعني النهر ممنوع حدا يضرب شيء يأذي السمك إلا بالصنارة، في سمك كتير عنا. والطيور هلأ كمان كتراني شوي، يعني هون بالمحيط كتير بتلاقي غلي الخرطوش.
يمكن مش كل الناس تعرف أن حضرتك عادت وزير بيئة لست أشهر. أنا بتذكر شغلة بعدنا حافظها وقتها كنا بتحكي عن الزبالة كيف بينزينوا مع المي وهيك بعد على الآن براسها. سؤالين، أول شيء نحن عن جد بلبنان بتحس الشعب مستعد يحترم البيئة، وهالأزمة هلأ مش عم بتساعدنا كتير نعرف نحترم البيئة ونفرز وهيك؟ هلأ يعني أنا بقول ربك بعت هيك رسالة بسيطة كتير بالكورونا تنش تعرف تتعرف تحفظ الكرة الأرضية بشكل عام. كيف يعني؟ يعني تخيل أنت لو الكورونا ما إلها علاج ما بتروح بالمعقم، أو لو أو مثلا بتعدي الناس على أبعد من مترين أو ثلاثة، يعني تخيل مصير البشرية شو بيكون. فمن هيك يعني أنا البيئة بعتبرها هي وزارة سيادية كبيرة، يعني لازم تكون وزارة من أهم الوزارات، يعني أهم من وزارة الصحة. بس ما عندها ميزانية. مش ما عندها ميزانية، ما عندها صلاحية كمان. مزبط. يعني أنت بتعمل قرار مثلا افترض بإقفال المرامل والمكسرات، أو تعمل لها مخطط توجيهي، بتتفاجأ أنه رئيس مخفر فاتح 4-5 مرامل على حسابه. بس كيف؟ بدون ما حدا يعرف، يبقى معاون بالمخفر. يعني شيء غريب، يعني أنا اللي عانيته بالوزارة، يعني 6 أشهر صراعات بلشت مع السكلين. يعني كنت أعتبر أنا أنه السكلين جريمة، وراحت على معامل الترابي خاصة اللي بتأذي البيئة بشكل كتير كبير، يعني شكة وسبلين وغيره، ورحت على موضوع المرامل والكسرات، حاولت أعمل لها مخطط توجيهي إنقلها خلاص حطها بمنطقة معينة وخلاص، يعني أو نستورد. شو المشكلة؟ يعني بيزيد شوي يعني الموضوع، بس طبعا المافيات أكبر منك، يعني المافيات أكبر منك. حتى رحت على القضاء، يعني طبعا استشهد رفيق الحريري وما عدنا قدرنا نعمل شيء. يعني أنا كنت أكيد لو أبقى أعمل شيء، يعني كنت بروح معهم على المواجهة. بس للأسف لبنان بلد بيعرفش قيمة نفسه بموضوع الطبيعة والبيئة والجمال، عرفت كيف الموجود. يعني أنت بلد نص ساعة تكون على التلج، من البحر للتلج، يعني شغلة. أنطوني بدل يقول أحلى بلد بالعالم. أنا بالنسبة إلي هون عاصمة العالم. حلو. أنا ما أعطيني كل العالم، ما بدلو ب ب ب ب بألف متر أرض بتراب بشوي قطرة. أنا بالنسبة إلي ما يعني أنا بالنسبة إلي بعد 7 أيام بتبلش الغربة. بس وصلنا للمطرح اللي ما بقى فينا نظبط، ولا بعد فينا نظبط؟ لا، بضل فينا نظبط. شو بدك؟ بضل فينا نظبط. هو عم يأسونا، بس هودي مجموعة من هو عصابة عم تيأسنا. بس لا، ما نظبط وغصب عنهم ما نظبط. لا، لازم نحن فينا نعمل كتير. نحن هلا بس يسقطوا رح نبلش مرحلة نهوض. هودي ناس عصابة أساءت للبنان، عصابة نهبت لبنان، عصابة دمرت لبنان، دمرت له نظام المصرفي، أخذت له مصرياتهم للناس. نحن فينا نصلح وفينا نرجع نقوم وفينا نعمل بلد مختلف. شو بنقول آخر شيء؟ شو بنقول لهم قبل ما نودعهم؟ من قيمة بلبنان فينا نرجع نبني لبنان، كيف فينا نرجع نوقف أجرينا؟ لو ما من قيمة بلبنان ما بعدنا هون، كيف؟ أكيد من آمن بلبنان ومن آمن بقيامة لبنان. لبنان بلد اليوم مغتصب من قبل عصابة، بس نحن قررين هذه العصابة. صحيح بتعذبك، بس هذه العصابة رايحة للسقوط بالأخير، ونحن فينا نبني لبنان. طبعا لازم نبني لبنان، لازم نبني دولة حقيقية لبنان، دولة المواطنة. أنا مواطن، إلي حقوقي وعلي واجباتي كمان، ما بدي أنسى واجباتي. يعني مش إنه نسينا واجباتنا صار لنا فترة. أقعد خبرك ليك بالسويد شو عاملين؟ بالسويد حبيبي عاملين واجباتهم قبل ما ياخذوا حقوقهم. صح. فأنا لازم أتحول لمواطن
قالت لي شغلي السفيرة الكندية شغلي قاسي كتير حسيتها. اجت تغدت عندي مرة قال لي بتعرف انتو ببيوتكم اللبنانية كتير نضاف بس بوطنكم مش نضاف لأنه بتحسوا البيت إلكم ما بتحسوا الوطن إلكم. شوف شو هالشغلة قداشي قاسي. بنقول لهم دايما ودايما كله بيسمعني انه بتكب كلينكس تحت تختك، حدا يقول لي بتكب زباله تحت تختك بتسترجي ليش بتعملها برا؟ العالم بتحاسبك صح. بتسترجي تعملها برا؟ بتسترجي برا اذا تنكت زباله اصلا تلبطها باجرك؟ مظبوط. كيف بيعتبروا الناس هيدي ملكهم؟ هذا اللي بدنا. انا بعتبر اللي وصلنا له اليوم 95% حق علينا. كيف بدنا نحن نبلش نعرف قيمة وطننا ونطلع فيه ونقول وطننا هو بيت كبير وبدنا نحترمه؟ بدنا نعمل مواطنين. بيكفي انك تعمل مواطن. مواطن محترم حاله، بيعرف حقوقه وعليه واجبات. لازم يعرف حقوقه وواجباته. بس نصير هيك كله بيتغير. كله بيتغير. بس اذا انت بدك ترجع تنتج عصابي شو بعمل لك؟ مرسى على وقتك. برجع بنذكركم عن جديد سؤال كل يوم، شو هن واجباتك قبل ما تسأل عن حقوقك؟ هيدا هو لبنان، أحلى بلد بالعالم. Back to the roots، على الطبيعة ومن الضيعة. وقت كان كتير حلو، مرسى على وقتك، وإن شاء الله نكون تعلمنا كلنا مع بعضنا أشياء جديدة، وملتقى مرت الجاي دغري عند المعزيات والغنمات والبقرات. اتفقنا. باي. تانكيو على المجدرة. طاح لبون. شو رأيك؟